ده مولر وده رومانيجا. طيب ايه رايكم في مدربين المان اشتغلوا في مصر؟ يعني مايكل كروجر واحد من المدربين اللي دربوا في مصر، درب المقاولين كان له تجربه طويله معاه، ودرب انبي، شاف الاهلي وبايرن ميونخ، راي كروجر ايه؟ نشوفه. Yeah, all in all, let's say I'm a little bit disappointed from the game. بشكل عام I know Bayern Munich playing in best performance. بايرن ميونخ لم يؤدي بأفضل أداء. أما بالنسبة للأهلي يدافعون من العمق بالتأكيد على المستوى الدفاعي، قاموا بأداء عمل جيد جدا. من وجهة نظرك النهاردة مين أفضل لاعبي المباراة من الفريقين؟ في بايرن ميونخ ليفاندوفسكي بالتأكيد لأنه سجل الهدفين، ولكن الأهلي ليس لدي فكرة واضحة، ولكنني كنت متفاجئ لأن هناك لاعب في الأهلي كان يلعب معي في إمبي، أعتقد أنه مجدي، ويقصد مجدي أفشة. أنا كنت مندهش أنني أراه في الملعب، ولكن كل اللاعبين الآخرين احترموا بايرن ميونخ. هو ده النادي الأهلي اللي بيدي الفرصة للعيبة اللي حتى كانت في أندية تانية. يعني مايكل كروجر وهو بيقول لك أنا متفاجئ ان اللاعب اللي كنت بدربه في انبي فجاه لقيته في بطوله العالم للانديه. ايوه يا خواجه، هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي بيمنح الفرصه الذهبيه لكل لاعب كان في اي نادي ينتمي الى النادي الاهلي او ينتقل للنادي الاهلي فيفتح له ابواب المجد، عشان تبص تلاقيه موجود مره واحده وانت في المانيا قاعد مش مصدق الراجل ده اللي انا دربته في انبي ده هو قفشه بعينه. لانه ده النادي الاهلي، لكن الاشاده بانه فريق النادي الاهلي دافع بعمق وبتنظيم جيد، ده يحسب لهذا الفريق اللي اهتزت شباكه في الدقيقة 17. في فرق كتيرة كبيرة غيره اهتزت وسقطت وانهارت وشالت، إنما يفضل الأهلي بهذا التنظيم الدفاعي وهذا التماسك وهذه الصلابة لغاية النهاية انت الهدف الثاني في الدقيقة 86، هي دي شخصية الأهلي اللي بتثقل من خلال مثل هذه التجارب. حتى هو لاحظ ان ده اثر على اداء البايرن بالظبط، ما خلوش يؤدي في احسن حالاته. صحيح، هذا نجاح. صحيح، دي النقطه اللي لازم يعني كلنا نتنبه، انك انت وانت بتلاعب خصم قوي جدا تكون واقعي لدرجه انك تحجم قدراته على قد ما تقدر، وتكون واقعي جدا عشان تسمع بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي بعد المباراه عن ظروف الجيم وايه اللي حصل فيه. نعم بالطبع، نحن لعبنا أمام فريق جيد جدا، ربما هم استحوذوا على الكرة، ولكن بالتأكيد كان علينا أن نحصل على الكرة، ربما كان هنالك قطع للكرة، كان علينا أن نستخدم الخيارات الأفضل، ولكن بالتأكيد كان يجب أن نخرج في الهجوم المعاكس، ولكنه فريق كبير واستحوذ على الكرة، كان من الممكن أن نستحصل على ركلة ركنية أو مخالفة أو ربما أن نخرج في الهجوم المدد، كان علينا أن يكون ردة فعل ربما أفضل، وأيضا حتى في بداية الشوط الثاني ربما بدأنا بنسق بطيء، ولكن بالطبع نحن كان علينا بالتأكيد أن نثق أكثر في أنفسنا، بالتأكيد كان لابد أن يكون هنالك تطور وتحسن كبير، ولكن الأمر ليس سيئا ولا بأس في ذلك. عفوا، صوت السؤال غير مسموع. نحن لعبنا على نحو جيد في آخر 10 دقائق أو 15 دقيقة. بالتأكيد نحن نعرف أمام من نلعب، بالتأكيد هو ليس فريق سهل، ليس مثل الفريق القطري على سبيل المثال، لذا كان علينا أن نتحلى بالإيجابية. بالطبع كان من الممكن نقدم أفضل، هنالك بعض الأشياء التي نحتاج أن نحسنها، ولكن لم يكن ذلك سيئا. بالتأكيد نحن فاجأنا الخصم بايرن ميونخ. شكرا جزيلا. طيب يا باشمهندس موسيماني واقعي جدا، وانت قلت لي حتى واحنا الواقعيه المسؤوله،
القيادة المسؤولة، وهو لو اقتنع واكتفى لا يبقى هو حينقل هذه القناعة وهذا الاسترخاء إلى فريقه. أيوه. قال لك كان ممكن يكون أسرع من كده، كان ممكن يكون عندنا طموح هجومي أكتر من كده، وربما يكون هو برضو بيحسس نفسه بفكرة إن كان في الإمكان أفضل من مكانه. هو ده الكلام بقى، هو ده الكلام، إنك أنت النادي الأهلي مهما عمل ما بيكيفش من نفسه طول ما هو حاسس إنه كان يقدر يعمل أكتر من كده. ده كلام مسؤول، وكنت أحب أسمعه في اللحظة دي من مستر موسيماني، ما يطلعش يقول لك كتر خير الدنيا، لا عملوا مجهود كويس وقال لك ما يبصش إيده وشه وضهر يعني مش هو المدرب اللي يعني ما كانش ده طموحنا أحسن من كده، وده لازم يبقى كده. حتى لو طلعنا فرق جون كانت هتبقى كل النغمة دي مش موجودة خالص. أيوه. وكان بنفس الأداء جون 86 ده ما جاش كنت هتسمع كلام تاني خالص، ورغم كده لا لازم نبقى باستمرار مش راضيين عن نفسنا.